أخبار التعليم. التعليم العالي 225 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية. أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق صباح اليوم الثلاثاء أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 225 ألف طالبا وطالبة للعام الجامعي 2021-2022. وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوي موجهة للطلاب وضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة 7 من مساء الخميس الموافق 30 سبتمبر الجاري. وأضاف عطا أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة، جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية جويسنا، الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة بني سويف التكنولوجية. وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن الجامعات التكنولوجية تعد خطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني، حيث تعد امتدادا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفقا لأحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030. وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من 9 صباحا طوال فترة التنسيق، مؤكدا أنه يجب على الطلاب الالتزام بالارتداء الماسك الطبي الكمامة، حيث أنه لن يتم السماح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية المتبعة بهذه المعامل. جدير بالذكر أن تنسيق الشهادات الفنية بدأ يوم الخميس الماضي ويستمر حتى الساعة 7 من مساء الخميس الموافق 30 سبتمبر الجاري.